لتقرير تاني؟ نروح نروح لتقرير استعدادات فريق بور فؤاد للموسم الجديد. برحب بحضرتك معانا. يعني نادي بور فؤاد مستمر في الدوري الممتاز به الموسم المقبل، شكل الاستعدادات ايه الفتره الجايه؟ شكل التدعيم اللي تم يا باشمهندس بالنسبه لنادي بور فؤاد الرياضي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الاول بنرحب بكم بنادي بور فؤاد، اهلا وسهلا بكم. احنا الحمد لله الموسم اللي فات انهينا سبع المجموعه. ان شاء الله السنه دي احنا حافظنا على قوام الفرقه من السنه اللي فاتت، اللعيبه المميزه اللي كانت معانا استبقناها، وحاليا شغالين في تدعيم المراكز اللي ناقصه عندنا. لغايه دلوقتي انهينا تعاقد مع 8 لاعبين بالاضافه لل 12 اللي كانوا متبقيين من السنه اللي فاتت قائمه اولى. بيتبقى لنا حاليا اربع مراكز اللي بنتكلم فيهم، دول اللاعبين اللي احنا بنختبرهم حاليا على اساس ان احنا عاطين لنفسنا وللجهاز الفني من اسبوع ل 10 ايام نكون انهينا التعاقد مع الاربع لاعبين المتبقيين باذن الله عشان نستكمل قائمه الفريق الثانيه باذن الله. ارحب بكم طبعا في ناديكم نادي بور فؤاد في مدينه بور فؤاد. نادي بور فؤاد هو نادي هيئه قناه السويس الثاني بعد نادي القناه. احنا بقالنا دلوقتي سنه ونص تقريبا ماسكين مجلس اداره النادي. السنه اللي احنا صعدنا فيها كنا ممتاز درجه ثالثه، السنه اللي فاتت صعدنا الحمد لله ممتاز به. احنا كنا بادئين ان شاء الله تصاعدي السنه اللي فاتت، قلنا اقل ما فيها ان شاء الله ربنا يكرمنا ونقعد فين في نفس الدرجه، والحمد لله حققنا مركز الى حد ما معقول في نفس الدرجه. السنه دي ان شاء الله عاملين استعدادات افضل بتدعيم للفريق بس مع المحافظه على قوام الفريق، ودعمنا كم مركز، ولسه ان شاء الله برضه لسه خلال الفتره الجايه في القائمه الاضافيه احنا تنتهي يوم 16/9 نكون ان شاء الله ظبطنا امورنا كلها بتدعيم مراكز قوة أفضل عشان إن شاء الله طمعانين في مركز أعلى بإذن الله السنة دي. مرحب بحضرتك طبعا، وبقول إن الفكرة دي فكرة برنامج جميل، وبرحب طبعا بالإعلامي المحترم الكابتن مدحت شلبي. يمكن عاصرنا في التسعينات وزعلنا ماتشات كتيرة جدا وكان متميز فيها، برحب بيه طبعا وبرحب بحضرتك. والحمد لله يمكن أنا استلمت فريق بور فؤاد شهر واحد، كان كلفني الباشمهندس احمد شوقي والباشمهندس احمد البربري رئيس النادي والمشرف على الكوره الاستاذ طارق رمالي، والحمد لله جينا اشتغلنا طبعا معايا جهاز محترم الكابتن حسين عبد المنعم مدرب عام، والكابتن وائل الجبالي مدرب مساعد، وكابتن سعد الرافع مدرب حراس مرمى، ومعانا جهاز طبي محترم الكابتن مؤمن وكابتن التبعي، ومعانا جهاز اداري محترم طبعا الكابتن احمد شحاته والكابتن ابراهيم محجوب. يمكن هي المسؤوليه كانت صعبه جدا لان انا جيت كابتن شريف، يعني جيت لقيت في 14 لعيب في 3 يناير مشي، وجيت لقيت حوالي 13 لعيب. الحمد لله اشتغلنا مع 13 لعيب وسعينا جاهدا ان احنا نصعد ناشئين معانا، صعدنا بتاع حوالي 5 ناشئين والحمد لله ربنا اكرمنا، والتوفيق الحمد لله فضل من ربنا سبحانه وتعالى كان حليفنا جدا. احنا الفتره اللي فاتت طبعا كان السنه اللي فاتت كانت اول سنه نصعد فيها ممتاز به، يعني انا شايف ان الاداء كان كويس، يعني كنا بدانا بدايه كويسه جدا، وفي اخر الموسم حصل شويه مشاكل بس عرفنا نلم نفسنا وقعدنا في الدوري مرتاحين الحمد لله. نهينا طبعا مركز 7 بالنسبه لاول سنه في الممتاز بيه، كانت بدايه كويسه، والسنه دي باذن الله بندعم الفرقه بلعيبه احنا محتاجينها، لعيبه مراكز معينه ولعيبه كلها على مستوى عالي، وان شاء الله باذن الله السنه دي نحقق مركز احسن من السنه اللي فاتت كمان باذن الله. احنا مش راضيين، لا احنا كان ممكن نبقى اكتر من كده بكتير. كابتن علي اول ما مسك الصراحه، وكابتن عبد الله كان عامل شغل عالي، بس الكابتن علي اول ما مسك ما خسرش غير مباراه واحده، كان ممكن ننافس لو كانت الظروف سمحتنا. ماتش المريخ اتاخد مننا 3 بونت كمان، كان ممكن نبقى في حته احسن من كده لو كانت اللعيبه مركزه عن كده. كمان السنه الجايه ان شاء الله باذن الله دماغنا اللي احنا نصعد، لان مفيش حاجه الاداره موفره كل حاجه، معسكرات، تدريب الصبح، تدريب بالليل، كل حاجه متوفره، فباذن الله السنه الجايه هنبقى في الثلاثه اللي قدام باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله معانا اداره كويسه جدا، وكابتن علي يحيى مدير فني، وكابتن حسين عبد المنعم، ان شاء الله باذنك يا رب. يعني احنا بادئين الدوري ده احنا ان شاء الله هننافس على ترقي ونطلع ممتاز باذنك يا رب، يعني وده طموح اي فرقه، يعني ان هو يبدا اصلا ان شاء الله باذن الله نطلع على ممتاز على طول. الموسم اللي فات احنا مرينا بظروف صعبه جدا واصابات كتيره جدا، وكملنا اللي بقى لنا يعني كملنا اخر 8 ماتشات او 9 ماتشات ب 14 لعيب بس، بقى كل واحد يتحط في مكان غير مكانه، والحمد لله قعدنا في الدوري
وربنا سهلها يعني. والموسم دوت ان شاء الله هنعمل حاجه كويسه ان شاء الله. الكابتن علي شغالين من قبل رمضان بكتير جدا، وعملنا فتره اعداد محترمه جدا، وبادئين الماتشات بطريقه كويسه، وان شاء الله اللي جاي احسن ان شاء الله. من ساعه ما الكابتن علي هيجي السنه اللي فاتت في الفتره الاخيره بعد شهر واحد، والفرقه يعني في استقرار كويس، وفي الكابتن يعني كان لمنا كويس، كان برضو شغال معنا كويس في الفتره الاخيره، وعملنا يعني نص موسم كويس معاه. فطبعا بالطبيعه لازم يكون موجود معانا، يعني الراجل اللي عمل شغل كويس في اخر السنه اللي فاتت، والفرقه كانت في موقف وحش، يعني يعتبر انقذ الفرقه من هبوط. فبالطبيعه لازم يكون موجود معانا، والسنه دي بصراحه عامل شغل معانا كويس في فتره الاعداد. وطبعا زي ما انت عارف الدوري السنه دي كل الفرق مستعديه كويس، فاحنا برضو مستعدين كويس مع كابتن علي، وان شاء الله ربنا يكرمنا السنه دي ونقدر نعمل حاجه معاه يعني كويسه للنادي وللكابتن ولينا ان شاء الله.